على النهارده كده بيطلع على الجهاز من الرجل دي ثانيه تسبقها. التحكم كله عن طريق اليد. التحكم يعني لو احنا عايزين نيجي يمين بنحرك اليد يمين، عايزين نيجي شمال نفس الكلام، نقدر نرجع ورا ونقدم قدام. الجهاز ده بيمشي من 10 ل 15 كيلو متر في الساعة. الجهاز ده بيتحمل لحد 120 كيلو. جنط العجل معدن، الجزء ده مضيء. عجل 10 بوصة، عجل نفخ، إضاءات الجهاز كله، إضاءات في لمبة البيان بتوضح كام كيلو متر الجهاز بيمشيه والبطارية بتاعته، وحماية للأطفال 100%. الحق قرود من هيما شوب